أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على تشكيل مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي في المهرة وما الأثر المتوقع أن يحدثه على الساحة. دعا مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي لتوحيد الصف لمواجهة التدخلات الخارجية في الشأن اليمني، جاء ذلك خلال مؤتمر إشهار المجلس في محافظة المهرة، والذي أكد انفتاحه على جميع المكونات في الجنوب للخروج بموقف موحد لحل القضية الجنوبية، مؤكدا رفضه للتواجد العسكري الأجنبي والتدخل في الشؤون الداخلية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي أهداف وأولويات المجلس الجديد؟ وما هو الأثر المتوقع أن يحدثه هذا المجلس في خارطة الصراع؟ قبل النقاش نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. تكتل وطني يعلن في المهرة تحت مسمى مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي. المجلس الذي تشكل بعد لقاءات وتشاورات استمرت لأشهر بهدف إيجاد كتلة وطنية تاريخية في ظرف تذهب البلاد نحو التمزق والاستقطاعات الخارجية، يضم في هيئة تأسيسه العديد من المكونات والشخصيات السياسية والاجتماعية التي لها موقف موحد مما يحدث في البلاد. وعن مبادئه التي أعلنت في بيان الإشهار، يتبنى التكتل العمل على وقف الحرب والرفض لأي تواجد عسكري والسعي لإنقاذ البلاد من حالة التشظي والانقسامات. مجلس الإنقاذ الوطني للمحافظات الجنوبية، ويوم تاريخي بالنسبة للمهرة كونه استقبلت ودشنت فيها. نحن كأحزاب سياسية نشعر أنه المهام التي وضعها والبرامج التي والأهداف التي وضعها مجلس الإنقاذ هي تنصب ضمن المهام والبرامج الأحزاب في الجانب الوطني. من عدة مكونات جنوبية وشخصيات اجتماعية وقبلية، من أجل معالية أوضاع الجنوب. والمجلس في المستقبل سينفتح على جميع المكونات الجنوبية. الواضح إذن أن العمل المعارض للوصاية السعودية الإماراتية بدأ يتمأسس ويأخذ شكلا سياسيا منظما، وهو ما كان مفتقدا خلال الأعوام السابقة، بالإضافة إلى أن الخروج من الدائرة الشعبوية والعمل غير المنظم ربما يكون له تأثير وفاعلية أكبر. كما أن الملاحظ اليوم هو أن المهرة المهمشة طيلة عقود أصبحت في قلب الفعل الوطني ومركزا له، بعد أن نجحت الإمارات في السيطرة على عدن وحولتها إلى مرتع للميليشيا والمشاريع اللاوطنية. تدخل المهرة مربع العمل السياسي الشعبي في لحظة تعيش فيها البلاد في أتون حرب فقدت فيها البوصلة الوطنية وارتهنت البلاد لمشاريع خارجية. كما أن إعلان التكتل في لحظة حوصرت فيها الشرعية اليمنية وضربت مكامن قوتها يعد خطوة يمكن البناء عليها وتوسيع أفقها، ويمكن أن يكون أيضاً مظلة للنضال الوطني أمام التدخلات الخارجية. إذن مشاهدينا لنقاش أوسع، ينضم إلينا من المهرة اللواء أحمد قحطان رئيس التكتل الوطني الجنوبي، وأيضا من المهرة أيضا عضو لجنة الاعتصام علي مبارك بن محاميد. أرحب بكما ضيوفي، وأبدأ معك سيد أحمد قحطان، مرحبا بك. حيا وسهلا، حياكم الله، شكرا. إذن مجلس إنقاذ وطني جنوبي، ما البرنامج الذي سيعمل عليه هذا المجلس، وبالتالي ما هي الأهداف التي سيتم أو سيعمل لتحقيقها؟ والله من أهم المجلس هو يعني توقيف الحرب أولا ورفع الحصار، ثالثا يعني احلال السلام باي طريقه
وحل القضيه الجنوبيه حل عادل يرتضيه الشعب الجنوبي، وان يكون بالتوافق بين الجنوبيين واخوانهم الاخرين من اليمنيين، بحيث ان لا يؤسس هذا الى حروب قادمه، تكون حلول جذريه وكل اليمنيين يكونوا مشاركين في هذه الحلول ويكونوا راضيين كل الاطراف. نعم. وإبعاد الاحتلال، يعني نحن نريد ان نمنع التصدي والانقسام، وكذلك يعني القوه المسيطره الان حاليا على الجنوب نريد ان ترحل ويخلوا شان اليمني لليمنيين انفسهم يبغوا يتفاهموا ويتفاوضوا فيما بينهم وبيصلوا اكيد الى نتائج مثمره ونتائج طيبه يؤدي الى احلال السلام ان شاء الله. نعم. اذا لواء احمد، ما دلالة إشهار هذا المجلس مع ما يتم في جدة من حوار ما بين الانتقالي والحكومة الشرعية؟ والله نحن ما نعرف التفاصيل هذا الاتفاق كيف هو ولا بين من ومن، كما نسمع إن ربما هذا الاتفاق بين الدولتين اللي تسيطر على اليمن الجنوبي، دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لكن ربما يكون حد جانا من الشرعية من بعيد، ربما نحن ما نفهم بالضبط ايش تفاصيل هذا الاتفاق، واذا كانت تفضي هذه الاتفاقات الى ما يرضى فيه شعب الجنوب وشعب اليمن بشكل عام فنحن نبارك، لكن كما نعتقد الاجندة الخارجية هي المسيطرة وهي اللي يسوقوها حاليا. يعني من كلامك اذا تم الاتفاق على قرارات تخرج من هذا الاتفاق في جده قد لا تتوافق مع مجلسكم سيتم رفضها من قبلكم. نحن مجلسنا هو جزء يعني من المكونات اليمن الجنوبيه ونحن جزء منهم، يعني لا نمثل يعني لا ندعي ان نمثل شعب الجنوب كامل، وانما لنا اهداف معلنه ونحن نعمل ونسعى الى تحقيق مثل هذه الاهداف بكل السبل وكل الطرق الممكنه. نعم. هل يمكن ان يتحول هذا التكتل الى تكتل سياسي له مطالبات بان يكون ضمن التحالفات السياسيه التي تعمل الان في الساحه اليمنيه؟ طبعا هذا ائتلاف، نحن مش كائتلاف يضم العشرات من المكونات الجنوبيه والشخصيات الجنوبيه معتبره، شفت كيف؟ ولها وزن ولها ثقل في المجتمع اليمني ومجتمع ايضا الجنوبي، ونحن هذا الائتلاف كل مكون من هذه المكونات الموجوده في هذا الائتلاف يحتفظ بكينونته. فقط نلتقي على الخطاب السياسي الواحد من هذه الاهداف المتفق عليها. نعم. تحدثت لواء احمد عن ان هدفكم في هذا المجلس هو ايقاف الحرب، ايضا توحيد الجنوبيين، لربما هذه هي ذاتها اهداف الشرعيه المتواجده في الرياض، هل نفهم ان هناك تعارض معها؟ لا نتعارض نحن مع الشرعيه، ولكن نشعر ان الشرعيه بعض في مواقف كثيره مغلوب على امرها. نشعر بان الشرعيه يعني مختطفه. شفت كيف؟ والشرعيه واي دوله اي حكومه ما لم تتخذ قراراتها من داخل ارضها فهي حكومه منقوصه نعتبرها. فاذا لما يكون انا تحرير الحكومه هذه من الرياض وتجي الى ارض اليمن وتتخذ قرارات في ارض اليمن، نحن كلنا بنكون مسرورين ونحن معهم في السراء والضراء، مصلحتنا واحده مشتركه العلميه. نعم. إذا هناك سيد أحمد يعني اتهامات بأن هناك جهات خارجية تقف وراء هذا المجلس، ما هو ردكم على هذه الاتهامات؟ هذه اتهامات مردود عليها مع الأسف الشديد، يعني الناس هؤلاء الأقلام المهجورة والأقلام المسخرة من قبل دول كبيرة عندها إمكانيات ضخمة وهائلة جدا تتآمر علينا بهذا الشكل وتقول ان احنا نمثل
أو أهداف أجندة خارجية. لا نعلم ما هي هذه الأجندة أبدا نهائيا، ولا دول اللي ما فيش أي دولة تقف ورانا. نحن هذه المبادرات يعني وطنية نابعة من مواقفنا المعروفة منذ السبعينيات. هذه العناصر موقفة دائما مع القضايا اليمنية البحتة. نعم. وإذا كان في شيء أجندات خارجية فهم يعرفوها هؤلاء اللي يقولوا هذا الكلام. اللواء أحمد قحطان رئيس التكتل الوطني الجنوبي، كنت معي من المهرة، شكرا جزيلا لك. إذا أرحب مشاهدينا بضيفي عضو لجنة الاعتصام علي مبارك بن محمد. مرحبا بك سيد علي. مرحبا بك وبمتابعينا الكرام. إذا برأيك ما دلالات توقيت إشهار هذا المجلس مع ما يتم في مدينة جدة من اتفاق ما بين الحكومة الشرعية والانتقالي؟ والله في الحقيقة أولا على الشأن الداخلي اليمني، ما يحصل الآن أو ما حصل وما يعرفه اليمنيين الآن أنه الأجندة الخارجية واضحة جدا، خاصة ما تفعله السعودية والإمارات في اليمن هو احتلال مكتمل الاركان. هم الان حاولوا السيطره على المواني وعلى المطارات وعلى الجزر وكل مفاصل الدوله هنا في اليمن وهناك كذلك في الرياض وفي جده. واذا كان اللي بيحصل في جده من امور فهو اتفاق بيكون زي ما ذكر اللواء قحطان ما بين السعوديه والامارات. السعوديه والامارات تقاسم الكعك اليمنيه، فهم الان يتفقوا كما سمعنا خبر انه القوات الاماراتيه انسحبت من حضرموت حسب بعض المواقع الاخباريه، وان القوات السعوديه استلمت بعدها. ربما هذه التغييرات اللي بتحصل بجده او اللي بتحصل في الرياض او في ابو ظبي انها تتوزع ما اليمن توزع خاصه جنوب اليمن. الامارات اخذت سقطرى والامارات اخذت في عدن والان السعوديه في المهره وفي حضرموت الداخل. يعني الان اليمنيين اصبحوا عرفوا الحقيقه اللي بيحصل. فمهما وقعت الاتفاقيات او مهما اجتمعت الاطراف، اذا كانت تجتمع من هذا المبدا تجتمع ان السعوديه والامارات هي اللي بترسم لهم الخطه، فهي بترسم اجندتها الواضحه الظاهره، ما بترسم لهم خطه انها بتسلم اليمنيين الدوله. يعني خلال فتره 4 أو 5 سنوات السعوديه والامارات ماذا قدمت اليمنيين؟ هي اهدافها واهداف عاصفة الحازم اعادة الدولة، بل هي حاربت الدولة وحاربت الشرعية في عدن وحاربت الشرعية في سقطرى وحاربت الشرعية في المهرة وحاربت الشرعية في حضرموت وفي أبين. فهي الآن السعودية والإمارات بدل ما هي تنتظر اليمن أصبحت أنها تتعدى على اليمن وعلى الشرعية وتهاجم الوزراء وتهاجم الحكومة بل وتضربهم بالطيران. هذا ما يحصل الآن عندنا في اليمن، فهذا هو الواقع. إذا لم تكن هناك اتفاقيات يجتمع عليها جميع اليمنيين بجميع مكوناتهم اتفاق يمني يمني بالصوره الواضحه، فهذا هو الاتفاق اللي بيجتمع عليه اليمنيين. اما هذه الاتفاقيات اللي بتنفذها السعوديه والامارات فهي اتفاقيات توزيع اليمن بشكل واضح جدا. سيد علي، هل يمكن اعتبار هذا المجلس جاء من رحم لجنه الاعتصامات؟ لا بالطبع، لا، لجنة الاعتصام تحافظ على كينونتها. لجنة الاعتصام لها أهداف واضعة ومنذ سنة وهي تندد، ولها الشعب والحاضنة الشعبية الموجودة في المهرة والقبلية خرجت منذ سنة تطالب بطرد الاحتلال وتطالب بالسيادة الوطنية. هذا قبل كل اليمنيين خرجت لجنة الاعتصام في المهرة وأكدت أنه لا يمكن احتلال الأراضي اليمنية بالطريقة هذه، وتكلمت وصرحت. والان اصبح الوزراء في الدوله فهموا هذا الامر، وكثير من النشطاء وكثير من الاعلاميين عرفوا حقيقه الامر وعرفوا من بدا هذا الكلام ومن بدا وخرج ضد هذه الانتهاكات اللي بتحصل في اليمن. فلجنه الاعتصام لا زالت موجوده ولا زالت اهدافها، وهي مكون من مكونات هذا الائتلاف، لان نرى ان هذا الائتلاف سوف يجمع ويكون بصيص امل لليمنيين ان يتحدوا تحت هذا الائتلاف وتحت هذا المجلس، وان يكونوا كلهم تحت هذا المكون، وان يجتمعوا ويدعوا الى حوار شامل بين اليمنيين، الى توقيف العرب، رفع الحصار، رفض الاحتلال وتوحيد القرار، وان يكون القرار بيد اليمنيين من ارضهم وليس بيد غيرهم. نعم. ما يحصل في اليمن العالم كله اجمع فهم ان الان خاصه السعوديه والامارات
تضع أصابعها في عيون الأحرار، تضع الآن كل من هو حر وكل من يتكلم عن عن الاحتلال اللي بيحصل هنا في اليمن تضعه في قائمة وتقول أنه مدعوم سواء من قطر أو من إيران، وكل هذه الاتهامات وهذه التزييفات كلها من أجل تمرير مصالحها. فهذه الأمور لا تنطري على أحد، وكل ذي لب وكل اللي عنده حس وطني فهم هذه الأمور. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد علي. ينضم إلينا من العاصمة المؤقتة المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. مرحبا بك معنا سيد عبد الرقيب. إذن كيف تقرأ خطوة تشكيل مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي، وما هو الأثر المتوقع أن يحدثه هذا المجلس؟ مساء الخير عليك نضال وعلى ضيوفك والسادة المشاهدين. مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي هو يعني أحد المكونات التي يعني نشأت وتنشأ الآن في الساحة الجنوبية. طبعا عندما نتحدث عن المهرة نحن نتحدث عن فترة احتجاج جماهيرية يعني لها أكثر من عام، أهدافها واضحة، يقودها شخصيات قبلية وسياسية واجتماعية، هدفها منع أو رفض التدخلات الأجنبية وتحديدا الإماراتية والسعودية، ولديهم يعني فعاليات كثيرة. اليوم نحن أمام تطور جديد، الفعاليات الشعبية الاحتياجية تحولت اليوم أو ارتقت إلى مكون سياسي يعني منظم يحوي كوكبة من السياسيين بل من الأحزاب. هناك حزب المؤتمر الشعبي العام، الناصري، الاتحاد القوى الشعبية انضم إلى هذا المكون الائتلاف أو يعني مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي في المهرة. لاحظنا اليوم من خلال بيان الإشهار أن مجلس الإنقاذ يعني تجاوز اللغة السابقة التي كان يرددها المتظاهرون المحتجون في المهرة. اليوم هو كان سقف الاحتجاجات هي الحكومة الشرعية وشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي وإعلام اليمن الجمهورية اليمنية. اليوم فتح الباب أو فتح السقف ليتحدث عن أنه مستعد أن يتواصل أو أن يتعامل مع كل الأطراف على قاعدة إيقاف الحرب ومنع التدخلات بمن فيهم الحوثيين، الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي. يبدو أن لغة الشارع في المهرة بعد أن بحت وهي تحت سقف الشرعية لم تستمع لها الحكومة الشرعية، اليوم تطورت وارتفع سقفها لتتحدث عن شركاء جدد، عن يعني استعدادها لأن تتعامل مع أطراف كثر في الساحة اليمنية على قاعدة رفض التدخلات. دعونا نكون صريحين، ونحن نتحدث عن هذا المكون لا ينبغي لنا أن نغفل تدخل ودور ودعم سلطنة عمان صاحبة المصلحة الأهم في يعني منع تغيير أو استحداث أو تدخلات من قبل السعودية والإمارات في محافظة المهرة. المهرة التي تعتبرها سلطنة عمان يعني عمقا ويعني أمنا قوميا لها، ولذلك يعني هي تقف خلف هذه الاحتجاجات وخلف هذا المكون. طبعا هنا نتحدث عن سلطنة عمان، لا يمكن أن نقارنها بالإمارات مثلا. سلطنة عمان لها نفوذ في المهرة، لم تتدخل بشكل سافر في يعني استهداف النظام، استهداف بنية المجتمع، في عمل مشاريع ضد الدولة، لكنها تحافظ. إذن سيد عبد الرقيب، بحسب كلامك هناك جهة تدعم ظهور هذا المجلس، لكن بالتالي في هذا التوقيت ألا يعتبر ظهور هذا المجلس أداة قوة بالنسبة للحكومة الشرعية يعزز موقفها من اتفاق جدة وأيضا موقفها من الإمارات ومن التحالف بشكل أساسي؟ بكل تأكيد الاحتجاجات الشعبية في المهرة منذ أكثر من عام، وهذا المكون نفسه كان المفترض أن يكون ورقة وقوة ويعني تستفيد منه الحكومة الشرعية في مشروعها، طالما أنه لا يتصادم مع الدولة ومع الشرعية ومع الرئيس عبد الرب منصور هادي. لكن للأسف السلطة المحلية في المهرة
منذ اليوم الأول وقفت بشكل عدائي ضد الاحتجاجات، واليوم كذلك تقف بشكل عدائي ضد هذا المكون. دعوني أشير إلى نقطة مهمة، تشكيل مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي اليوم في المهرة يأتي في إطار سعي يعني جهات ومكونات في المهرة لأن تكون ضمن المحاصصة السياسية القادمة في الجنوب. اليوم هناك تعديل حكومي قادم بموجب اتفاق جدة، وسيتم يعني استيعاب المجلس الانتقالي ومؤتمر حضرموت الجامع والائتلاف الوطني الجنوبي ومجلس الحراك الثوري الذي يقوده باعوم. بالتالي جاءت اليوم المهرة لتقول ونحن هنا ومتواجدون ويجب أن نكون ضمن التشكيل الحكومي القادم ويجب أن يكون لنا صوت. نعم، برأيك سيد عبد الرقيب هل سيستطيع هذا المجلس النفاذ إلى التسوية السياسية وبالتالي يكون له حصة ضمن الحكومة الشرعية؟ بكل تأكيد هناك كل الوسائل والمقومات يمتلكها هذا المجلس، لديه قاعدة شعبية، لديه نفوذ، لديه يعني تحركات وأنشطة وسند جماهيري. يجب على الحكومة الشرعية أن تعامله معاملة بقية المكونات، طالما والساحة مفتوحة للإمارات مثلا أن تشكل مجالسها، فما الذي يمنع سلطنة عمان أن تتدخل وأن تشكل هذا المجلس لتحفظ نفوذها ولتمنع أي تغيير قد يطال محافظة المهرة أو تدخلات أو تغييرات، كما أكد بيان إشهار مجلس الإنقاذ ورفضه لأي تغييرات في محافظة المهرة. يجب على الحكومة الشرعية أن تعامله معاملة المكونات الجنوبية الأخرى حتى تقبل بالتعدد. وللعلم مجلس الإنقاذ في المهرة يمثل حالة أرقى، لا ينزع إلى مشاريع انفصالية. نعم، برأيك سيد عبد الرقيب لماذا تم تسمية هذا المجلس بالمجلس الجنوبي الوطني ولم يقتصر فقط على المهرة أو سقطرة أو يعني حضرموت؟ ممكن نبارك عيد السؤال؟ نعم، لماذا يعني كانت تسمية المجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي لم تقتصر التسمية على المهرة وغيرها من المحافظات؟ طبعا يعني هذه يعني ترك الباب مفتوحا ليكون له مجال أكبر في إطار المحافظات الجنوبية ومصلحة الجنوب والقضية اليمنية. هذا يعني طبيعي أن يتحدث بهذه اللغة، لكن جميعنا يعلم أن نفوذ هذا المجلس وأرضية منشأه وقوته وجماهيريته وقياداته يعني ينتمون إلى جغرافيا معينة. طبعا أنا لا أتحدث هنا عن استنقاذ لهذا المكون، مثلا مؤتمر حضرموت الجامع وهو أحد المكونات التي سيتم إدماجها في التعديل الوزاري القادم، جغرافيته حضرموت فقط. المجلس الانتقالي جغرافيته في إطار الضالع لحج عدن. بالتالي يعني ليس هذا استنقاصا، ولكن جميعنا يعلم أن هذه اللغة هي مجرد شعارات في إطار توسعة العمل، ولكن يبقى نفوذ هذا المجلس هي المهرة وقوته وقيادته في هذه البقعة الجغرافية المحدودة. نعم، المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني كنت معي من العاصمة المؤقتة، شكرا لك. أعود إليك سيد علي، إذن هل ستستمر الاعتصامات داخل محافظة المهرة أم ستكتفي أو سيكون هناك حضور فقط للفعاليات السياسية فقط؟ لا بالطبع ستكون هناك استمرار للفعاليات وأنشطة لجنة الاعتصام، وسوف تستمر وبشكل مستمر، لأنه ما يحصل في المهرة السعوديين والسلطة المحلية الحالية الآن تحاول دائما أنها تنقض الاتفاقيات، تلو الاتفاقيات، وتحاول وتزيد من الاحتكام ضد الاحتكام الشارعي هنا في المحافظة، لأنه حصل حتى هناك تسييب للمال العام، وبالإضافة إلى الانتهاكات الحاصلة من التحالف، بالإضافة إلى أنهم حاولوا عرقلة إشهار المجلس بالمرتزقة أو بما نسميهم المرتزقة اللي بعثت بهم السعودية والتحالف من المطار، وحاولوا قبض الأوراق في يوم الإشهار، ولكن
كل القبائل والأحزاب السياسية وكل أبناء المهرة وقفت في وجوههم وتم إشهار هذا المجلس من هنا من المهرة وبكل أريحية وبكل بجمهور كبير جدا وبتضامن وتفاعل من جميع أطياف الشعب هنا في المهرة وفي الجنوب عموما. نكتفي بهذا القدر. عضو لجنة الاعتصام علي مبارك بن محمد، كنت معي من المهرة، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني من العاصمة المؤقتة، أيضا من المهرة اللواء أحمد قحطان رئيس التكتل الوطني الجنوبي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وأيضا من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.